أنا أحمد محمد أحمد الصبيحي صاحب محلات الصبح. أنا تعرضت في تاريخ 4/8 من قبل قائد الشرطة وأفراده في الساعة 9 ليلا. قاموا تهجموا علي إلى داخل محلي وأخذوا الخزنة حقي كامل، ثم سحبوني جرجروني وسحبوني إلى الشرطة. واحتجزنا يوم وأطلق سراحي. اليوم الثاني حقتي تعبان، صرت عندي القلب فعلا، ورجع لي المفاتيح حقي بعد 3 أيام. وبعد الرابع اليوم رجع لي فلوسي وقال لي خلاص حصل خير، حصل يعني غلط يعني الله. فقلنا له تمام خلاص الله. قال بينزل شو الله خلاص الله ما لاش حاجة. ثم وداني إلى إدارة الأمن وقعوا لي ورقة على إني أنا الله. قريتها بعدين، لا ما قريت الورقة إلا بعدين، على إني أنا رئيس عصابة وإني أهرب فلوس لداخل دمار، وأنا هذا وأنا يعلم الله وكلت أمري إلى الله إني لا أتعامل بهذه الحاجة، وهتك كرامتي وأنا شيبة لا أستطلع على شيء. ها والآن أوجه هذه رسالتي إلى محافظ محافظة عدن برد الاعتبار حقي، وجزاك الله ألف خير ووفقك الله لما فيه الخير للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.